السلام عليكم حبيبي، كي داير؟ ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. اليوم ما غاديش ندير لكم شي وصفه ولا شي حاجه، غادي ندير لكم واحد الحاجه اللي شريتها من المحل وبغيت نجربها ونشوفها كي غادي تجي. المهم انا شريت هذا كما كتشوفوا، هاد الكوكيز راه ديجا عندي صوبت واحد الوصفه ديال الكوكيز عندي في القناه الا بغيتي تشوفوها. هذه غير بغيت نجرب اش كيعطي هاد كيدير هاد الكوكيز ديال المحل. غنشوفوا نجربوا هذا، كيكون على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ها هو باقي هذا الشيء باقي خضر، يعني غادي نطيبوه حنا. كنشد واحد اللعبه بحال هكا، وغادي هذا الشيء نقسموه. كيكون ديجا واجد قلت لكم نقسموه بحال هذا الشكل. اوب 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 فوالا، ديجا واجد. غادي نجربو هاد الكوكيز لي ديجا صانعينو هما ومقاد ونشوفو زعما بلا نتسخسخ، ولكن طبيعة الحال مكاين ما حسن من الحاجة لي كتصاوبيها في الدار. أحسن حاجة ديريها هي تصاوبها في الدار. أش كاتبين هنايا؟ دايرين خلوه يطيب لمدة 10 حتى 12 دقيقة في درجة حرارة 180. فوالا غادي نشوفو هادشي كي غادي يجي، دخلو ورجع. المهم هما دايرين 15 كوكيز اللي كاين، وكيجي بحال ما هاد الشكل. غادي نشوفو واش غادي يخرج لنا فعلا بحال ما هاد الشكل، والمذاق ديالو غيكون زوين. حنا غادي نجربو، شنو خاسرين؟ المهم نجربو. المهم الثمن ديالها كيدير 3 ديال الاورو و 69. مره كما قلت لكم غنولي نشري بحال هاد الشكيلات هادو باش نجربهم، نديرهم كتجارب نشوف واش كيتفلعوا علينا ولا فعلا كتخرج بحال ما هكا. حيت بعض المرات التصويره كتبان لك بنينه وزوينه وهكا كتشوفي المنظر، وفي الاخر ملي كطيبيها لا علاقه لها بهادشي اللي المهم انا غنجرب وغنشوف. ها كوكيز ديالنا خرجوا من الفران، غادي نتسناهم حتى يبردوا ان شاء الله، وغادي نشوفوا ندوقوا واش هادشي بنين ولا لا. بردوا شويه، غادي نشدو بحال هكا الشكل، كيجي بحال هاد الشكل. لا باس بهم. دابا غادي نشوفوا ندوقوا شي وحده. المهم راه باقي دافي هادشي. دابا جات الوقت الحاسم ندوقو هادشي نشوفو واش زوين ولا لا. هاي بسم الله. صراحة جبنين هادي مزيان بحال ما جاو عندك شي ناس ولا شي حاجه بالزربه كتخشيهم واجدين، خشيهم دغيا في الفران 10 دقائق هما واجدين. صح حاجه زوينين، ولكن بكل تواضع الكوكيز اللي صوبتهم انا كيجيو حسن، لان الحاجه اللي كديريها في الدار ما كاين ما حسن منها. دابا كلشي ولاو كيديروه واجد باش بنادم يولي معكاز يولي. ولكن هادو في الحالات الطارئه، الا جاو عندك شي واحد دغيا بالزربه وما عندك ما تحطي، ديما تكون عندك هذه في الثلاجه مثلا وحطيها فيت في. المهم بكل صراحه بكل هذا جات زوينه. وصفه كتقرمش فوالا فوالا. كل يوم الا عجبتكم الفكره ديال مره نخطف لكم شي حاجه من المحل اللي كتكون ديجا واجده ونجربوها ونشوفوا واش فعلا زوينه بنينه، ولا كانت شي حاجه ما تم حالها بلا ما نخسروا فلوسنا وفي الاخر تمشي في طارد الزبل حاشا السامعين.
المهم الا عجبتكم هذه الفكره ديال المرمره، نخطف لكم شي حاجه من المحل باش نجربوها ونشوفوا كي غتجي واش بحال الصوره. خلوا لي التعاليق ديالكم. بنين نسيت ما وريتكمش واحد الحاجه، خاصنا نشوفوا واش بحالها بحال الصوره. اذا كما كتشوفوا هنا الصوره كتجي بحال ما تشكل، والكوكيز ديالنا كيجي بحال شويه فونسي. وشتو الحبه ديال في الورقه كي دايره الاشهار ديالهم، وهنا شويه مختلف ولكن البنه كاينه. المهم نفاليديو هذا ولا ما نفاليديوش؟ نفاليديو. يلا كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم. لا هاد المره غادي يمشي بحالي، لا لا جريو عليا غادي يمشي بحالي. يلا بسلامة، انا مشيت، باي باي عليكم. صافي انا مشيت، صافي تسيري، صافي مشيت.